ازيك يا دكاترة، عاملين ايه؟ النهاردة هنشرح مع بعض شابتر Pulmonary Disorders and Gout. الشابتر ده برضو هيبقى فيه Adult Immunization، وان شاء الله هنشرح مع بعض Pulmonary Disorders والGout. اما Adult Immunization هيتشفت مع جزء البيدياتريك مع احدى الزملاء الافاضل. احب اعرفكم بنفسي الاول. انا اسمي الدكتور روزيت رأفت، صيدلانية من سنة 2007، American Board Pharmacotherapy Specialist من 2016، Medical Translator وعضوة في مدرسة العربية للترجمة سنة 2017، ومرخصة في نقابة مصر للصيادلة صيدلة كلينيك من سنة 2019. كنت مشرفة على حركة الطعوم والأمصال من سنة 2019. كنت بشتغل محاضر سابق في إحدى السناتر لتدريس البورد الأمريكي، واشتغلت كتير في فريلانسر، اشتغلت في السوشيال ميديا ماركتينج، عملت ماركتينج لأبليكيشن مخصوص للطب البديل اسمه أبل إي دي آر إكس، واشتغلت كونتنت ميديكال رايتر تحت إشراف إحدى الدكاترة الأمريكان أدلت جيريوتولوجي أكيوت كير نيرس براكتيشنر، وبرضو اشتغلت كونتنت ميديكال رايتر في الأمريكان فيزيشن انستيتيوت. الشابتر إن شاء الله هيبقى سهل وبسيط، وأسئلته دايركت، مفيهاش لف كتير ودوران، هو بس كبير شوية لكنه هو سهل وبسيط. هو هينقسم لجزئين، البالمينوري ديسوردرز زي ما احنا قلنا والجاوت. بالمينوري ديسوردرز هنشرح فيه اكبر جزئين، الازمه والكرونيك اوبستراكتيف بالمينوري ديزيز، والجاوت هنشرح فيه الاكوت جاوتي اتاك تريتمنت، ازاي نعالج وازاي نعمل بروفيلاكسس. تمام، نبدا ان شاء الله مع الازمه. هنختصر بسرعه الحاجات المش مهمه قوي، هنركز على الحاجات المهمة اللي هي بتبقى مفاتيح لأي كيسة. أول حاجة الديفينيشن، طبعا الأزمة هو عبارة عن إيه؟ chronic inflammatory disorder of the airway causing recurrent episodes of wheezing, breathlessness, cough and chest tightness particularly at night or early in the morning. معناه الكلام ده؟ هو التهاب مزمن في الشعب الهوائية في الرئتين، بيعمل لي أعراض wheezing, breathlessness, deep تنفس, cough, chest tightness. والجزء المهم خالص particularly at night or early in the morning، هي ده مفتاح أي كيسة فيها أزمة تعرفها، من إن cough بتزيد يا إما في الصبح بداية اليوم يا إما في الليل. تمام، during episodes there is a variable airway obstruction often reversible spontaneously or with treatment. طبعا في بداية في وقت الأزمات اللي زي دي، يا إما يقول لك إن هو reversible يعني ضيق التنفس ما بيبقاش مستمر طول اليوم أو على طول، بيبقى فيه ضيق تنفس وبعد كده تفك، يا إما تلقائيا مع نفسها يا إما with treatment، وده على حسب السيفيريتي بتاعة الأزمة، وده كله إن شاء الله هنشرحه في السلايدز الجاية. diagnosis، أعمل إزاي diagnosis؟ بالسيمبتومز اللي إحنا حكيناها في الأول، وقال لك بعد كده إن الـ airway obstruction is reversible، وده مهم جدا لأن ده مفتاح الكيسة اللي هيفرق ما بين الأزمة والـ COPD اللي هو chronic obstructive pulmonary disease. disease انه الازمة reversible، اما الكوفيد irreversible. معناها ايه؟ اعرف ازاي ان هو reversible او irreversible؟ لما ادي للمريض البيوتيرو او السالبوتامول اللي احنا بنستخدمه عندنا في المستشفيات، الفاركولين والكلام ده كله، اتحسن بنسبة 12% ال FEV1. ال FEV1 هو ال forced expiratory volume. يعني ايه forced expiratory volume؟ يعني volume، حجم الهواء اللي انا
عملت له زفير في الثانية الواحدة، تمام؟ اتحسن بنسبة 12%، ده معناه ان هو reversible. ما حصلش تحسن، ده معناه انه irreversible، وده هيبقى COPD، فده مفتاح كيسه. يقول لك ايه؟ يقول لك الالترناتيف دايجنوزز ار اكسكلودد. الاكسكلودد اللي هي اللي لازم نستبعدها، ازمة versus COPD. القف بتاعت الازمة بيبقى غالبا نون بروداكتيف سبيوتم، اما السي او بي تي بيبقى على طول بروداكتيف. الاف اي في 1 زي ما قلنا في الاول في الازمه ريفرسبل، اما في السي او بي دي ريفرسبل. القف زي ما اتكلمنا وقلنا ان هو بتسوء الحاله في الليل او early in the morning، اما السي او بي دي بيبقى throughout the day، على طول تعبان وعلى طول عنده قف طول اليوم. يقول لك كمان أزمة is often related to allergies and environmental trigger. معنى ايه الكلام ده؟ الأزمة المريض بيتأثر بالallergies، allergy من الدست، allergy من مثلا المطاط، allergy من الخشب، من القطن، من حاجات كتير، من الكتان، دي كلها اسمها environmental triggers. اما COPD بيجي منين؟ بيجي من history كبيرة من smoking او exposure to other irritant. other irritant مثلا زي chemical fumes، تمام. نيجي بقى عند lung damage. lung damage في الازمة reversible، وغالبا بيبقى قليل جدا لما يبقى فيه lung damage او فيه مشاكل في lung function. اما في COPD ده بيبقى irreversible لانه هو فعلا بيحصل lung damage. هنحكي عن الازمة COPD overlap. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان المريض عنده fissures للازمة وfissures للCOPD. هنعالجه ازاي؟ ازاي اشخص المريض بالطريقة دي؟ هو عنده العرضين، عرض المرض ده وعرض المرض ده وعرض المرض ده، تمام؟ فالخلاصة في الموضوع، لو كان ثلاثة أو 3 or more fissures للمريض من الأزمة، على طول أعمل diagnosis إن هي أزمة وأديله treatment بتاعة الأزمة. لو كان الفيشرز 3 or more تتجه ناحية COPD، هعمل diagnosis للCOPD واديله treatment COPD. اما لو كان في similar number of fissures، يعني مثلا 3 هنا و3 هنا او 2 هنا و2 هنا، هيبقى diagnosis للACO، وبعد كده مع الوقت هنعرف التريتمنت بتاعت الACO ازاي، اللي هو الأزمة COPD overlap. في حاجة اسمها exercise induced bronchospasm. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اختناق بيحصل قبل وأثناء وبعد الاكسرسايز، تمام؟ اعمل له دياجنوسيس ازاي؟ بحاجه اسمها اكسرسايز تشالنج. وانا بعمل اكسرسايز تشالنج ده، الاف اي في 1 بتنزل بنسبه 15%، تمام؟ وانا المفروض في الاكسرسايز تشالنج دي اقيسها قبل الاكسرسايز وبعد الاكسرسايز، تمام؟ measured at 5 minutes interval for من 20 ل 30 minutes، تمام؟ يبقى هنا خلاصة السلايد دي exercise induced bronchospasm. اختناق، الأعراض بتيجي كف وشورتنس اوف بريث واختناق والكلام ده كله في أثناء وبعد الاكسرسايز، والدياجنوز بتاعته بالاكسرسايز تشالنج بقيس قبل الاكسرسايز وبعد الاكسرسايز.
ندخل بقى على الفرق ما بين الأزمة والسي او بي دي بالتفصيل. يقول لك الايج اوف اونست، الحاجات دي كلها مفاتيح كيف. الأزمة ممكن مريض نيونيت او انفانت او ادلت اقل من 20 سنة وفوق 20 سنة، الأزمة بتيجي في اي عمر. اما السي او بي دي بيجي دايما في العمر اللي فوق 40 سنة. بالنسبة للسيمبتومز بيحصل variation in symptoms over minutes أو hours or days، وزي ما قلنا worse during the night or early the morning. وطبعا زي ما قلنا في الأول وشرحنا في قبل كده triggered by exercise emotions، حتى الإيموشنز كمان بتأثر على الأزمة، يعني تبقى مخنوق شوية أو مثلا بتخاف من الأماكن الضيقة فبيجيلك بتزيد أعراض الأزمة dust or exposure to allergen. أما COPD persistent، هنا مفيش variation زي الأزمة، هنا persistent على طول حتى مع العلاج بيبقى في الأعراض، الأعراض ما بتفرقش good and bad days but always daily symptoms and exertional dyspnea chronic cough تمام and sputum we unrelated to triggers، زي الكلام اللي احنا شرحناه في الأول. Lung function between symptoms، وظيفة الرئتين أثناء العرض. في الأزمة ما عنديش مشاكل في lung function، أما الـ COPD بتبقى abnormal، لأنه شيء طبيعي إن الـ COPD بيحصل فيه lung damage، وطالما في lung damage هيبقى في مشاكل lung function. past history or family history، في الأزمة طبعا طبيعي previous history previous diagnosis في أزمة، الناس اللي هي بتبقى عندها أزمة من الأول شيء طبيعي إنه درجات الأزمة هتزيد ويحصل exacerbations. family history of asthma and other allergic condition، أي حد من الأقارب درجة أولى عنده أزمة أو other allergic conditions زي allergic rhinitis أو الإكزيما. COPD نفس النظام، هو عنده COPD أو المريض عنده تاريخ مرضي من chronic bronchitis أو الإنفيزيما و have exposure to risk factor اللي هو tobacco smoke طبعا و biomass fuels. time course بيقول لك ايه في time course ده، يقول لك no worsening of symptoms over time، symptoms vary either seasonally or from year to year. معني ايه الكلام ده؟ يعني في الأزمة ما بتحصلش تدهور في الأعراض على مدار الوقت، تمام؟ ما بيبقاش على طول في تدهور تدهور تدهور، لا بيبقى في تدهور تحسن تدهور تحسن، وممكن مثلا تقل في مثلا في الصيف تزيد في الشتاء أو تزيد في الربيع على حسب المريض والألرجن بتاعته. may improve spontaneously or have an immediate response to bronchodilators or to inhaled corticosteroid over week. زي ما قلنا برضو في الأول إنه هو ممكن يتحسن تلقائيا أو باستخدام bronchodilators زي السابا أو اللابا، ودول هنشرحهم إن شاء الله، والinhaled corticosteroids. أما COPD بيحصل تدهور على طول over time، حتى هو قال لك إيه progressive course over years، تمام؟ يعني السنة دي أحسن، السنة الجاية مثلا هيبقى أسوأ، السنة اللي بعدها هيبقى أسوأ، وهكذا. rapid acting bronchodilators اللي هو الصابة اللي هو الفاركولين اللي احنا بنستخدمه provides only limited relief، ما بينفعش معاه، يا دوبك limited relief ما بيقديش مصلحة. يعني chest radiograph في الأزمة بيبقى normal لأن lung function بتاعتي كويسة وما فيش lung damage. أما COPD بيحصل severe hyperinflation.
هنا هيشرح لنا ال FEV1 وال FCV وال ratio between FEV1 وال FCV. ال FEV1 زي ما احنا قلنا volume of air exhaled forcefully in the first second of maximal expiration. يعني انت دلوقتي اخدت شهيق وفي الزفير هو هيقيس كمية الهواء في اول ثانية عملت فيها الزفير. تمام؟ نيجي على النقطة المهمة النورمال اللي ما عندوش اي مشكلة ال FEV1 بتاعه بيبقى من 80% لفوق. في الازمة زي ما احنا قلنا هو ريفرسبل بتزيد وبتنقص على حسب الصابة. تمام؟ ال FCV هو maximum volume of air that can be exhaled after full inspiration. هنا بقى ده الفوليوم بتاع الاير اللي انت عملت له زفير في خلال عملية الانسبيريشن كلها مش في الثانية الواحدة زي ال FEV1. تمام؟ وبيقول لك ال normal value بتاع reported in liters and percentage protected the adult with normal lung function can empty 80% of air in 6 in أقل من 6 minutes. مش قصتنا قوي 6 seconds مش قصتنا قوي. أما المهم بقى ال FEV1 وال FCV ratio ده percentage عشان أشوف في lung capacity وال ability بتاعتي في الثانية الواحدة. فالنورمال بيبقى في الأدلت ما بين 75-80%. تمام؟ ده النورمال بتقل مع الأزمة والسي او بي دي بتبقى أقل من 70%. والحتة دي مهمة برضو. وأنا اللي عندي مهم الـ FEV1 نعرف إن النورمال بيبقى فوق 80% وإنه في الأزمة بيبقى reversible بتزيد وتقل على حسب استخدامي للشورت acting bronchodilator agents الصابة. أما الratio طبيعي في الأزمة والCOPT بيبقى أقل من 70%. في اللي ما عندوش مشاكل الأدلتس بيبقى من 75-80%. نيجي عن classification of asthma severity and control. والجزء ده مهم جدا دي برضه مفاتيح كيسة. جينا ده اللي هو الجايدلاينز بتاعت الأزمة. جينا assessment of asthma in adults بيقول لك assess symptoms control from frequency of day and night time symptoms for revival inhaler use and activity limitation. يعني ايه؟ يعني انا هعمل assessment للسيمبتومز بتاعت الأزمة بتاعتي أشوف عدد المرات حصل لي symptoms في الداي الواحدة أو في الأسبوع وعدد المرات night time symptoms. يعني night time symptoms يعني المريض صحي في الفجر يكح كم مرة في الشهر والريليفر انهيلر يوز يعني كم مرة أنا بستخدم الصابة والاكتيفيتي ليميتيشن هل هو في ليميتيشن في الحركة بتاعته ولا مفيش في ماينر ليميتيشن ولا سيفير ليميتيشن. تمام؟ consider symptom tools such as asthma control test and asthma control questionnaire assess risk of future exacerbations even when control is good. يعني برضو حتى الاكسيربيشن بتقيم حالة المريض. لو كان مثلا المريض الاكسيربيشن بتاعته مرة في السنة غير لما يبقى مريض الاكسيربيشن بتاعته مرتين او ثلاثة في السنة. طيب جينا assessment of asthma control in children. احنا اللي شفناه ده كان أضبط ده في children اللي هو من 6-11 سنة. نفس النظام مفيش اختلاف كتير. symptoms control on the basis of symptoms limitation of activities daily activities sports play social life school attendance and use of rescue medication. rescue medication هو برضو اللي هو reliever inhaler use. parents may report
irritability, tiredness and mood change when asthma is uncontrolled. على دور الوالدين ان هما يشوف حالة اولادهم. لو حصل ان التريتمنت بيبقى مش كافي, assess control scores for children include childhood asthma control test, asthma control questionnaire and test for respiratory and asthma control in kids. نيجي على حتة مهمة جدا, categories of asthma severity, mild, moderate و severe. تقسيمة السيفيريتي بتاعة الأزمة, المايلد ويل كنترولد. ويل كنترولد يعني ما عندهوش ليميتيشن كتير, ما عندهوش ليميتيشن اصلا. ممكن الاعراض بتروح سبونتينوسلي من غير علاج, فانا هستخدم ستيب 1 وستيب 2 تريتمنت, ودول هنعرفهم ان شاء الله في السلايدز الجاي كله هيتوضح. مودريت ويل كنترولد يعني برضو الأعراض قليلة لحد ما, وهديله step 3 treatment. السيفير بياخد step 4 أو step 5, تمام, وده بيبقى uncontrolled. طبعا شيء طبيعي هيبقى uncontrolled, ده سيفير. ولو فضلت الأعراض uncontrolled, تمام, أزود برضو في خطوات التريتمنت. نيجي هنا على classification of asthma severity in adults and children. عندي أربعة, عندي intermittent, mild persistent, moderate persistent and severe persistent. وده مهم جدا لأنها مفاتيح كيسة وبنتسأل فيها. طيب بيقولك بالنسبة frequency of symptoms, عدد مرات السيمبتومز في الويك. في الانترميتنت بيبقى مرتين بس في الويك, حلو. في المايد بريزيستنت بيبقى اكتر من مرتين, اكتر من مرتين, بس هو كتب لك قال لك ايه نوت ديلي. يعني ايه اكتر من مرتين بس نوت ديلي؟ يعني 3 4 مرات, حلو. مودريت بريزيستنت يعني ديلي, كل يوم كل يوم مره, يعني 7 مرات. severe persistent throughout the day, يعني ايه throughout the day؟ يعني طول اليوم تعبان, طول اليوم عنده اعراض الاختناق والكف و باقي الاعراض بتاعه الازمه. تاني عرض مهم لازم نقيمه النايت تايم awakening. يعني ايه؟ يعني المريض بيصحى مخصوص من كتر دي التنفس والكف, ودي برضو بتتقيم وبتختلف من حسب الأعمار. بيقول لك فوق ال 12 سنة وبرضو من عمر 5 ل 11 في الانترميتنت بيبقى أقل من مرتين في المانس. شوفوا أنا انتبهوا هنا في المانس, نايت تايم أويكنينج في المانس. أما في الفريكونسي أوف سيمبتومز بالويك بعدها بعد كم مرة في الويك الواحدة. في المايل بريزيستنت من 3 ل 4 per month بتزيد طبعا. في moderate persistent يقول لك more than once weekly but not nightly, تمام. والsevere persistent often 7 times per week, طبعا طول الأسبوع ده severe. أما بالنسبة للinfant والneonate اللي هو من سن 0 ل 4 سنين, في الintermittent مفيش ما نقدرش أو مفيش أعراض. في المايل بريزيستنت بيبقى مرة مرتين في المانس, المودريت بريزيستنت من 3 ل 4 4 مرات في المانس, والسيفير مور ذان وانس ويكلي. هو بيبقى غالبا الكيسز بتبقى للادلتس والشيلدرن اللي هو فوق العمر الخمسة. صابة كم مرة هنستخدم short acting bronchodilators agents؟ ودي سهلة جدا, طالما حصل لي symptoms
شيء طبيعي أنا هاخد الصبر، كل ما أحس بالعرض هاخد الصبر. ففي الانترميتنت مثلا حصل لي مرتين في الأسبوع فهاخد مرتين صبر، مش هتختلف. في المايد بريزيستنت حصل لي 3-4 مرات مثلا في الأسبوع فهاخد 3-4 مرات صابة في الأسبوع. مودريت بريزيستنت حصل لي الأعراض ديلي هاخد الصابة ديلي. سفير بريزيستنت على طول العرض في يوم على كافة اليوم، فطبعا ده several times per day، يعني مثلا ممكن توصل 6 مرات في اليوم في يوم الواحد. interference with normal activity برضو دي حتة، برضو دي مفاتيح كيس. في الانترميتنت ما يحصل له، ما عندهوش اي مشاكل في الـ في الاكتيفيتي بتاعته. ماي بريزيستنت بيبقى ماينور ليميتيشن، مودريت بريزيستنت سم ليميتيشن، اما السيفير بيبقى اكستريملي ليميتد. حلو. بالنسبه الاف اي في 1 والاف ريشيو، اف اي في 1 والاف في سي، كل ما تزيد الأعراض بيقل 5%. مش قصتنا قوي دي، بس اعرفوها واقروها. أما الـ FEV1 دي مهمة، يعني دي برضو مفاتيح كيسة. بالنسبة للـ Intermittent زي النورمال ما عندهوش مشاكل، الـ FEV1 بيبقى من 80 لفوق. حلو. والمايد بريزيستنت برضو نفس النظام من 80 لفوق. أما في المودريت بريزيستنت ما بين 80 والستين، السيفير ريزيستنت بتوصل لأقل من 60. بالنسبة للزيرو الأربع سنين بيبقى ما نقدرش نعمل بريدكشن للموضوع ده، لأن هما بيبقوا أطفال، فما ينفعش إن أنا أتحكم في الدياجنوسس بتاعته عن طريق الـ FEV1. الـ exacerbation required oral steroids دي برضو مهمة. intermittent بيبقى من 0-1 في year، احنا بنقيس بقى year هنا. تمام. mild persistent بيبقى فوق المرتين، والmoderate persistent والsevere persistent برضو فوق المرتين في السنة. حلو. بالنسبة لل 0-4 سنين intermittent 0 مرة في year، mild بيبقى اعلى من مرتين infants اللي هم عندهم 6 شهور، وأعلى من 4 مرات للأطفال الأعلى شوية من 6 شهور. وبرضو نفس النظام في moderate persistent والsevere persistent. نيجي عند الحتة المهمة جدا اللي برضو بتبقى بيسألني فيها كأنها مفاتيح كيسة، أنا هعالج إزاي؟ هو مقسمها زي ما احنا قلنا step 1 و 2 و 3 و 4 و 5. مين اللي هديله step 1 ومين هديله step 2 وهكذا. بيقول لك intermittent هديله بس العلاج بتاع step 1 وهنشرحه بعدين كل ده بالتفصيل. mild persistent اشفت على step 2، moderate persistent اشفت على step 3، وكمان اديله ودي مهمة short course of oral steroids. والshort course of oral steroids ده بيبقى حوالي 7 أيام. أما السيفير resistant بتختلف في الأعمار. بشفت على step 4 or 5 وديله short course of oral steroids. أما ده بالنسبة للعمر الفوق ال 12 سنة. أما من 5 ل 11 عشان قسوة العلاجات دي والأدفرس إفكت بتاعتها العالية اللي ممكن تأثر على الشيلدرن، فما ينفعش إن أنا أستخدم step 5، فأنا هديله بس step 3 أو 4 وديله برضو short course of oral steroids. أما من 0-4 برضو نفس النظام عشان دول أطفال والأدفرس إفكت بتاعت العلاجات اللي زي دي بتبقى عالية، فهديله step 3 بس، مش هعلي عن step 3 وديله short course of oral steroids. حلو الكلام. نيجي بقى على الاسس، الاسس ان ازمه كنترول
in adult and children. معنى ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي مريض ازمة جالي واديت له علاج، وهنمشي على العلاج لمدة مثلا هنفترض ما بين 3 شهور ل6 شهور، وان هو لازم يجيلي بعد 3 شهور اتابع حالته. فهقيم حالته ازاي؟ هل هو محتاج ان انا اعلي العلاج، اعمل ستيب اب، ولا اعمل ستيب داون، ولا اعمل مينتيننس العلاج؟ فهو مقسم لك لثلاثة كاتيجوري، حاجة اسمها well controlled, not well controlled, very poorly controlled. well controlled خلاص هو مريض بياخد الأدوية والأعراض بتاعته well controlled، يدوبك مثلا مرتين في الويك بالنسبة للأعلى من 12 سنة، من 5 إلى 11 مرتين برضو في البر ويك، but not أكتر من مرة each day. تمام. وبالنسبة للزيرو لأربع سنين برضو نفس النظام، أقل من مرتين بالويك. حلو. بالنسبة للنوت ويل كنترولد شيء طبيعي، هو نوت ويل كنترولد بياخد العلاج والعلاج مش كافي فالأعراض هتزيد أعلى من مرتين بالويك. very very poorly controlled throughout the day، خلاص هو اديت له علاج ما اديتلوش، الدنيا سفير والاعراض معايا وملازماه طول اليوم، فده اسمه very poorly controlled. برضو النايت تايم اويكنينج لازم برضو احطها في الحسبان، well controlled هيبقى اقل من مرتين بير مانس، وبالنسبه 5 إلى 11 سنة أقل من مرة بالمانس. طيب النوت ويل كنترول طبيعي جدا إنه الأعراض هتزيد، هتبقى أكتر من مرتين بالمانس بالنسبة لزيرو الأربع سنين، هتبقى أكتر من مرة بالمانس. very poorly controlled هيبقى أكتر من 4 مرات بالويك. يعني إيه أكتر من 4 مرات بالويك؟ يعني مثلا فلنفترض ان في الاسبوع الواحد 4 مرات. تمام. ممكن يضحك عليك ويروح يقول لك ايه بيجيله 8 مرات في المانس. 8 مرات في المانس يعني معناها ايه؟ معناها مره او مرتين في الويك، فده اسمه not well controlled. تمام. ان هم not well controlled بيبقى من مرة لثلاث مرات بير ويك. اما في very poorly controlled يعني مثلا 16 مرة في الويك. هننتبه في الحتة دي. interference with normal activity طبعا في well controlled مفيش اي مشاكل. some limitation في not well controlled very poorly controlled بيحصل extremely limited، وده بيبقى غالبا في محتاج مثلا الـ emergency department او نتصل بال 911، ده كله هتوضح ان شاء الله في السلايدز الجاي. سابا يوز فور symptom control بالنسبة للويل كنترول بيبقى على حسب عدد الاعراض، انا هستخدم السابا يبقى اقل من مرتين بالويك. بالنسبة للنوت ويل كنترولد أعلى مرتين بالويك، بالنسبة للفيري بول كنترولد كذا مرة في الداي بيوصل فوق 6 إلى 8 مرات في الداي واحدة. بالنسبة للإف إي بي وان أو بيك فلو في الويل كنترولد بيبقى زي النورمال، 80% أوف برودكتد، والنوت ويل كنترول من 60-80 برودكتد، والفيري بورلي كنترول بيبقى أقل من 60% أوف برودكتد. كويستشنير اي سي تي الرينج بتاعي بيبقى من 5-25، في الويل كنترول بيبقى أعلى من 20، النوت ويل كنترول بيبقى من 16-19، والفيري بورلي كنترول بيبقى أقل من 15. اكسربيشن ريكوايرينج اورال سترويدز
فرق الكنترول طبعا طبعا شيء طبيعي، هيبقى يا اما من ما فيش لمرة في السنة، فين not well controlled و very poorly controlled بيبقى أعلى من مرتين في السنة. recommended action for treatment زي ما احنا قلنا well controlled، خلاص هو well controlled، أنا هعمل maintenance للعلاج، مش هزود ومش هقلل، وأعمل regular follow up every 1-6 months ماشي، وأعمل step down بشرط إنه لو كان well controlled لمدة أكتر من 3 months، اللي هو مثلا هو بياخد step 3 treatment. حلو، أعراضه بقت controlled مدة 4 شهور، خلاص يحق لي إن أنا أعمل step down، أنزل شوية من العلاجات وأدخل على step 2. أما في النوت والكنترول طبيعي هعمل step up، بس هعمل step up one step، يعني لو كان مثلا المريض بياخد step 2 هطلع على step 3، ما ينفعش أطلع على step 4 أو step 5، one step بس، وأعمل re-evaluation in every من أسبوعين لست أسابيع. أما الـ very poorly controlled أديله short course of oral steroids وأعمل step up من خطوة لخطوتين، فنركز الحتة دي، يعني هو مثلا المريض step 2 أشفته على step 4 عنديش أي مشكلة، ده very poorly controlled تمام، وأعمل re-evaluation in every 2 weeks. نيجي بقى عند الستبس يا ستي، ايه الستبس اللي انت عمالة تحكي فيها دي؟ ادي الستبس هنشرحها دلوقتي. ستيب 1 هو بيقول لك no controller needed، يعني no controller needed يعني هو مش هيحتاج ان هو ياخد inhaled corticosteroids او مثلا لابا اللي هو ايه long acting bronchodilator agents. كل اللي هيحتاجه الصابة اللي هو short acting bronchodilator agents على حسب مجاله العرض، زي ما احنا قلنا بيبقى intermittent، بيبقى اقل من مرتين في الاسبوع الواحد واقل من مرتين في المنص الواحد على حسب مجال العرض، يا اما العرض هيزول لوحده يا اما هياخد الصابة، ده اسمه الستيب 1. ستيب 2 من عند ستيب 2 هدخل بالانهيلد كورتيكوسترويدز لو دوس، وده اسمه البريفيرد، في حاجه اسمها الترناتيف لو كان مثلا المريض ده عنده مشاكل او حساسيه او ايا كان الموانع من الكورتيكوسترويدز، يبقى في حاجه اسمها الترناتيف ليكوتريمين والسافلين والكروملين. بالنسبة من 0 لأربعة years البريفيرد برضو low dose of inhaled corticosteroid والalternative montelukast بس من الليكوترامين. الليكوترامين بيبقى فيه 3 أنواع، لكن السيف والآمن هو montelukast بالنسبة للأمراض دي أو كروملين. ستيب 3 هزود في العلاج، هو كان في الستيب 2 لو دوز انهيلد كورتيكوسترويدز، هنا لو دوز كورتيكوسترويد انهيلد كورتيكوسترويدز زائد لابا. لابا ايه؟ هو لونج اكتنج برونكو دايليتور ايجنت اور ميديوم دوز انهيلد كورتيكوسترويدز الون. بالنسبه للالترناتيف لو دوز انهيلد كورتيكوسترويدز بلس ليكوترامين او سيفلين او زاليتون. نركز اكتر على البريفيرد، هو ده اللي بتيجي اكتر في الكيسز في الامتحان. ده بالنسبه للعمر فوق ال 12 سنه. بالنسبه ل 5 ل 11 سنه نفس النظام، مفيش اي اختلاف. بالنسبه من 0 ل 4 بيديله بس ميديوم دوز الهيلث كورتيكوسترويدز بالنسبه للعمر ده بقدر الامكان، بنبعد عن اللابا لانه الادفيرس افكت بتاعه اللابا بتبقى عاليه، فبقدر الامكان ابعد عن اللاب، فيفضل لي ان انا اخد ميديوم دوز انهيلد كورتيكوسترويدز عن ان انا اخد لو دوز بلس لابا.
بالنسبة للستوب فور هنزود، هناك كنا بناخد لو دوز زائد لابا او ميديوم دوز، هنا بقى ايه هيبقى ميديوم اور هاي دوز انهيلد كورتيكوسترويدز بلس لابا بلس حاجة اسمها تايتروبيوم. والتايتروبيوم بنضيفه للناس اللي عندها هيستوري اوف اكزربيشن، مش الطبيعي ده هيبقى عنده هيستوري اوف اكزربيشن لانه البيشنت دخل على ستيب 4. الترنيتيف بتاعي ميديوم دوز انهيلد كورتيكوسترويدز ليكترامين سيفلين زيلتون. بالنسبه من عمر 5 ل 11 هدي بريفيرد ميديوم دوز انهيلد كورتيكوسترويدز بلس لاب. الترنيتيف ميديوم دوز انهيلد كورتيكوسترويدز بلس ليكترامين او سيفلين. بالنسبة من 0-4 هدي medium dose health corticosteroid plus لابا or منتولوكاست، ويبقى الأفضل منتولوكاست تستخدمه نبعد عن اللابا. تمام؟ step 5 ودي آخر step وده أعلى حاجة في treatment بتاعت الأزمة. هدي إيه المريض فوق 12 سنة high dose inhaled corticosteroids زائد لابا زائد tiotropium with history of exacerbation زائد أوماليزوماب للناس اللي عندها allergic أزمة زائد حاجة اسمها IL-5 antagonist لو في حاجة اسمها eosinophilic أزمة. إيه eosinophilic أزمة؟ عملتها في صورة الدم الكاملة في لما بنيجي نعمل تحليل لكرات الدم البيضاء. كرات الدم البيضاء بتبقى ليها كذا شكل منهم الإوزينوفيلي بتزيد لو كانت الحساسية عالية. تمام؟ فلو كانت الإوزينوفيلي عالية أنا هدي ساعتها الـ IL-5 antagonist. بالنسبة من 5 إلى 12 سنة high dose plus لابا alternative high dose plus ليكوتريامين أو سيفلين. من 0-4 high dose inhaled corticosteroids plus لابا or منتولوكاست، وطبعا زي ما احنا قلنا نبعد بقدر الإمكان عن اللابا ونستخدم المنتولوكاست اللي هو بيبقى more safe للشلدرين اللي أقل من 4 سنين. حلو. في step تانية آخر step 6 الـ age فوق الـ 12 high dose inhaled corticosteroids plus لابا plus systemic corticosteroids. systemic يعني IV يعني intravenous corticosteroids لحالة بقى life-threatening plus tiotropium with history of exacerbation وديله omalizumab وديله IL-5 antagonist لو في xenophilic asthma. بالنسبة من 5 إلى 11 high dose inhaled corticosteroids plus LABA plus systemic corticosteroids. بالنسبة من 0 إلى 4 high dose inhaled corticosteroids plus LABA or montelukast plus systemic corticosteroids. يبقى step 6 بيبقى الأساسي إن أنا أستخدم systemic corticosteroids لأنها بتبقى أسرع من الأورا. تمام؟ قال لك ايه هو الكويك ريليف اللي هو الصابة اللي هو انا بستخدمها مرتين زيادة عن مرتين بالويك، وقال لك ان هو بنعمل اكسكلودينج للبري اكسرسايز دوز. يعني هو مثلا في مريض بيجيله برضو ازمات في اثناء الاكسرسايز فبنعمل اكسكلودينج لعدد المرات في الفترة دي، وعدة المرات للصابة indicate inadequate control and need to step up treatment. ده الكلام اللي احنا شرحناه في الاول. طيب التريتمنت جول سهل جدا ومنطقي جدا. minimal or no chronic symptoms day or night. minimal or no exacerbation. no limitation on activities. no school or week missed. maintenance of normal pulmonary function. minimal use of SABA. minimal or no adverse effect from medications. تمام. risk factors for
poor outcomes، ايه ال risk factors سبب اللي بتيجي بسبب اللي تؤدي poor outcomes، uncontrolled asthma symptoms، medication factors ما بيستخدمش inhaled corticosteroids، poor adherence، ودي حتة مهمة جدا انها برضو جزء بتبقى مفاتيح كاسة. يعني هو مثلا يروح يقول لك مثلا مريض الفلاني عمره كذا واعراضه كذا 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 كذا، يحكي لك قصه كبيره وتعرف ان هو اعراضه مثلا moderate persistent، حلو، وان الطبيب اداله مثلا ستيب 3 اللي هي ستيب 3 اللي احنا قلنا عليها medium dose inhaled corticosteroids او low dose inhaled corticosteroids زائد لاب، تمام. المريض مش ملتزم بالعلاج، جال المريض تعبان اعمل ايه؟ هل اعمل ستيب اب ولا ستيب داون ولا ما اعملش اي شيء؟ طالما قالك انه حصل بور ادهيرنس على طول تختار انه تنصح المريض انه يستمر على العلاج، والعلاج بيتاخد اسكديوت not needed، يعني مش كل مرة يجيله العرض تروح تاخد انت الأدوية، ولما تبقى مثلا كويس ما تاخدش الأدوية، لا as scheduled. يعني كان مثلا inhaled corticosteroid بتاخده مرتين في اليوم، تاخده مرتين في اليوم سواء عندك أعراض أو ما عندكش، تمام. incorrect techniques، مش قادر تستخدم التكنيكس بتاعت inhaled corticosteroids أو اللابا. الصابة use greater than واحد في 200 دوز بير مانس. كوموربيد كونديشن، اوبيسيتي طبعا بتزود الازمه، جاسترو اسوفيجال ريفلكس ديزيز برضه بتزود، اي حرقان في في المريء بتزود الاعراض، انكزايتي والديبريشن والبريجننسي دول كلهم بيزودوا الاعراض، بيعمل لي بور اوتكمز. Environmental exposure to smoking, allergen, air pollution, lung function, FEV1 less than 60% of predicted, high degree of reversibility, fractional exhaled nitric oxide, اللي هو FENO, and allergic adult taking inhaled corticosteroids. تمام؟ ندخل بقى على الفارماكولوجيك agents used for asthma. هنشرح اكتر انواع الانهيلد كورتيكوسترويدز والادفيرس افكت بتاعتها و الكومنتس المهمه بتاعه تريتمنت للاسما تخص الاسما. هنحاول نجري شويه. الانهيلد كورتيكوسترويدز طبعا الادفيرس بتاعته افكت هو انهيلد استنشاق عن طريق الفم، طالما في حساسيه هيبقى للفم، اما لو كان في حساسيه مثلا جوب انف هيبقى للانف، فطبيعي هيحصل اورال كانديدياسيس يعني فطريات في الفم، هورسرز مشاكل في الحبال الصوتيه، ماي سلو بون جروس ان تشيلدرن بيقلل ممكن البون جروس للشلدر لكن ما بيعملليش مشاكل في الأدلت. نيجي بقى على الكومنتس. inhaled corticosteroid هو الـ first line للـ persistent asthma، أول الـ mild لغاية الـ severe أهم حاجة تدخل بيها الـ inhaled corticosteroids. use holding chambers only if needed for technique أو احتاجت holding chambers not needed or well studied use with an HFA inhaler hold the chambers are only for MD1، تمام. وبيقول لك انه هو ممكن hold the chamber with a mask can be used for young children. المعلومة التانية مهمة rinse mouth with water after inhalation، دي عشان اتجنب الhoarseness والoral candidiasis كانديدياسيس، ودي مفتاح كيس ممكن يسألك في الحتة دي. use corticosteroids inhale as scheduled زي ما احنا قلنا not as needed، يعني مطلوب منك تاخده مرتين في اليوم يبقى تاخده مرتين في اليوم،
سواء عندك أعراض أو ما عندكش. On set of improvement بيبقى من 5 لـ 7 أيام. Additional benefit may occur over several weeks. نيجي بقى عند الصامة اللي هو منهم الإبراتروبيوم، وده بيبقى أشهر واحد فيهم. الصامة اللي هو short acting anti-muscarinic agent بيعمل الأدفرس إفكت بتاع هيدك، فلاشت سكين، بلورد فيجن، تاكي كارديا، والبالبيتيشن. بنستخدمها فين؟ بستخدمها على طول في سي او بي دي وفي الاكوت ازما، بستخدمهاش في المينتيننس. خد بالك دي في الاكوت ازما لما بيحصل لي اكزربيشن اهو، حتى هو بيقول لك اكوت ازما اكزربيشن اللي في 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 في, في الحاله اللي هي بتبقى محتاجه امرجنسي تريتمنت. تمام، وده هنعرفه برضو اكتر لما نوصل في باقي السلايدز الباقيه نشرح اكتر. الصعبة البيتيرول الفرس بتاعتي الإفكت بتاعتها مهمة لأن ممكن يلخبطك فيها. تريمرز، تاكي كارديا، هايبوكاليميا، وطالما حصل لي هايبوكاليميا يبقى ممكن يحصل لي هايبوماجنيزيميا، وبيعمل لي هايبر جلايسيميا وتاكي فلاكسس. يعني ايه تاكي فلاكسس؟ يعني الجسم بدأ يتعود على جرعات البيتيرول فبيحتاج ان احنا نزود الجرعات، فلما بنحتاج ازود الجرعات ممكن يعمل لي ادفيرس افكت، ممكن يعمل لي تاكيكارديا وممكن يعمل لي تريمرز. تمام، يوز فور اكت برونكوسبازم ريجولر يوز انديكيت بور كنترول، نفس الكلام اللي احنا عارفينه. الديوريشن اوف افكت من 3 لـ 4 ساعات لان هو اساسا شورت اكتنج. كومباينيشن انهيلد كورتيكوسترويدز لاما واللابا بيعمل لي ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، نيومونيا، برونكايتس، أوري كانديتياسس، باك بين، إنفلونزا، سينوسايتس، أرتريلاجيا. تمام، نيجي عند الليكوترامين، مونتيلوكاست، زيفرلوكاست، وزيليتون. دول مهمين برضو مفاتيح كيسة. المونتيلوكاست indicated للإكسرسايز إنديوس برونكوسباس والسيزونال أور برينيال ألرجيك رينايتس. تمام، يبقى أكتر لوحده، أستخدم مونتيلوكاست لوحده في حالات إكسرسايز إنديوس برونكوسباس والسيزونال أو برينيال ألرجيك رينايتس. بيعمل دراك انتراكشن مع فينوبربتال. هو بيقول لك ان هو FDA approved للشولدر اللي اكتر من سنة، لكن ممكن تستخدمه للشولدر اللي فوق 6 months. ركز في الحتة دي ان هو ممكن يلخبطك، يقول لك يسألك في حتة ان هو امتى استخدمه، او ال FDA عملت له approval للشولدر من عمر كام، عمر سنة ولا عمر سنتين ولا عمر 6 شهور. هنركز برضو في الحتة دي. شارب ستروس سيندروم associated with tapering doses of steroids. تمام، زفر لوكاست drug interaction with warfarin erythromycin cyclophilin و FDA approved for children فوق 5 سنين. bioavailability decrease with food، يعني لازم اخدها بعيد عن الفود، يا اما قبل الاكل بساعة يا اما بعد الاكل بساعتين. تمام، زيليتون drug interaction warfarin and cyclophilin، والزيليتون بيبقى للعمر 12 سنة لفوق. adverse بتاعتي effect بتاعتي مهمة جدا. hepatotoxicity للزيليتون والزيفرلوكاست only، لكن ما فيش hepatotoxicity للمونتيلوكاست. حلو، اعمل مونيتور للليفر فانكشن تيست في الزيليتون في البيز لاين. يعني ايه بيز لاين؟ يعني قبل ما ابدا العلاج بالزيليتون اعمل تحاليل للليفر فانكشن. حلو، ده اسمه البيز لاين. بعد كده افري مانث لمده 3 شهور، بعد كده تخلص ال 3 شهور دول يبقى افري 2 تو 3 مانث في اول سنه في العلاج. يبقى في البيز لاين 3 مرات every month
مدتها شهور، وبعد كده ما بين مرتين لثلاث مرات every two sorry every two to three months for باقي السنة، اللي هو باقي السنة هيبقى 9 شهور. يعني في 9 شهور دول ممكن تعمل لي ثلاث أربع تحاليل liver function test. زفر لوكاس monitor symptoms، الحتة دي مهمة. regular liver function test monitoring not needed، مش زي الليتون. تمام. بيعمل لي برضو headache و GI upset. الجزء ده برضو مهم. FDA caution risk for neuropsychiatric events. ايه neuropsychiatric events؟ behavior and mood changes، aggression، agitation، nauseous، dream abnormalities، hallucination، depression، insomnia، irritability، restlessness، suicidal thinking and behavior tremors. ده كله اسمه neuropsychiatric events. طيب هنا عند المونوكلونال انتيبادي او الاميوغلوبولين اي بايندينج انهبيتور، اللي هو منهم الاومالزوماب. المونوزوماب ده بيبقى حاجه سبكوتينوس، والسبكوتينوس اي حاجه سبكوتينوس بيعمل لي ارتكاري انجكشن سايت رياكشن، ممكن يعمل لي ارتكاري، ممكن يعمل لي ثرومبوسايتوبينيا بس تريزنت، يعني حاجه مؤقته او حاجه مش عاليه قوي. في انفلاكسس ودي بيبقى ريل، ومالجنسي. كومنتس بتاعته مهمه: slightly increased risk of cardiovascular and cerebrovascular serious adverse events including، بيعمل لي بيزود الريسك بتاع الكارديوفاسكولار والسيربروفاسكولار diseases زي myocardial infarction هو MI، unstable angina TIA، pulmonary embolism، deep venous thrombosis، pulmonary hypertension. وما بيعمليش increase the risk في الستروك وفي cardiovascular death، يعني ما بيعمليش risk في الستروك او death. used in severe persistent allergy related asthma، used من الادلتس اللي فوق الاعلى 12 سنه. الهاف لايف بتاعتي بيبقى 26 يوم، ده سكند لاين ثيرابي وده اكسبنسيف. الجرعه بتاعتي ايه؟ 150 ل 375 ملغرام سبكتينوس every 2 to 4 weeks. دوز اند فريكوانسي بيزد اون بيز لاين اميوغلوبولين اي اند ويت الكيلوغرام. يعني انا احدد الدوز بتاعي على اساس البيز لاين بتاعه الاميوغلوبولين اي ووزن المريض. dont inject اكتر من 150 بير انجكشن سايت، يعني عشان ممكن يحصل ارتكاريا، عشان ممكن يروح يسالك ازاي اتجنب الارتكاريا، فتختار dont inject اكتر من 150 ملي جرام في المكان الواحد بير انجكشن سايت. تمام. نطلع على الـ IL-4 antagonist اللي هو دوبليماب. بيعمل ايه؟ adverse events effects بتاعتي hypersensitivity reactions conjunctivitis and keratitis، دي يعني التهابات في العين. injection site reaction، oropharyngeal pain، xenophilia. الادفيرس افكتس سوري هنا دي كومنتس تبقى تصلحوها. يوز ان زوس اكتر من 12 سنه انديكيتد از اد اون ان زوس ويز سينوفيتك ازم. اد اون يعني زياده، يعني في علاجات بتبقى اهم في حاله الايزينوفيليك ازم اللي احنا شرحناها قبل كده. في حاله لو كان ايزينوفيليا الايزينوفيل نسبتها بتبقى عاليه الدم. تمام. avoid use of live vaccine، يعني ده حاجة حيوية فاللايف vaccine ممكن تأثر عليه. طيب الدوس بتاعته قال لك 400 ملي جرام سبكتينوس مرة واحدة، بعد كده 200 ملي جرام سبكتينوس every other week، يعني week week.
او 600 مللي جرام سبكتينوس مره واحده، بعد كده 300 مللي جرام سبكتينوس every other week. تمام. use higher dose if concomitant oral corticosteroids required. طيب ايه هو برضو الـ IL-5 antagonist؟ هذا drug ميبولزيماب، ريسليزوماب، بنرليزوماب، بنراليزوماب سوري. طيب ميبولزيماب الادفيرس افكتس بتاعت انجكشن سايد ريأكشن، هيديك، فاتيك، هيربس زوستنس انفكشن، هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن. كومنتس طبعا ده اد اون مينتيننس ثيرابي في حالات السيفير persistent asthma، ولازم نستخدم فوق الايش اكتر من 12 سنة، ولازم البيشنت ان هم عايزينه فيلك ازمة. تمام. وده من فوائده بيعمل reducing the rate of asthma exacerbation بنسبة 50%، وعلى اساس طالما هاخد الميبوليزوماب يبقى اعمل reduce للدوز بتاعت corticosteroids نسبة 50%، والحتة دي مهمة اللي ممكن ينعملك بيها في الجسم. ريسليزوماب بيعمل increase the creatine kinase concentration. creatine kinase concentration غالبا ده انزيم بيفرز في الجسم لما بيحصل مشاكل في الكارديوفاسكولار زي الميكاردر انفاركشن. تمام. مايليجيا through pain anaphylaxis. طبعا في كومنتس add on maintenance therapy in severe asthma نفس النظام. اما في الريسلوزوماب بيبقى للناس اللي هي اعمارها من 18 لفوق وزينوفيلكس فينوتايب، وطبعا بيعمل reducing the rate of asthma exacerbation بنسبة 50%. برناليزوماب headache, pharyngitis, fever, hypersensitivity reaction نفس النظام add on maintenance treatment بالسيفير asthma. الاجهز بتبقى فوق 12 وللإيزينوفيليك فينوتايب. نيجي بقى عند أنواع مختلفة من الهيلد كورتيكوسترويد والدوزس بتاعتها في الشيلدرن والأدلتس. هو ممكن يلعب لك هنا فيها، عشان كده احنا هنا محتاجين ان احنا نحفظ الجرعات. أشهر أنواع ممكن يسألك فيها البيكلوميسازون، بوتيسونايد، سيتلوسونايد، كلوتيكازون، مومنتازون. تمام. حاولوا بقدر الامكان ان انتوا تحفظوا الجرعات دي، وخاصه الاعمار اللي هي ما بين 5 ل 11 سنه والاعلى من 12 سنه. تمام. نشوفوا طريقه كده ان انتوا تحفظوها، لانه ممكن يلعب لك بيها في الكيسه. هو في كيسز في الكتاب بالنسبه للموضوع ده، وممكن برضو يجي كيسز في الامتحان بالنسبة للموضوع ده، كل شيء وارد. طيب هيحكي عن أنواع مختلفة للإنهيلرز. حاجة اسمها meter dose inhaler اللي هم MDI different type of inhalation devices. ده زي الفاركولين أو الفنتولين، فدايما لازم أعمله شيك. benefit بتاعه slow deep breathe is easier than forceful. ده slow deep breeze، تاخده بالهداوة كده، مش شفطة مرة واحدة أو quick breeze. ماشي. may be used with a spacer or holding shampoo. limitation requires coordination. many people have difficulty with techniques. يعني ممكن ناس كتير ما تعرفش تستخدم التكنيك بتاعه. حاجة اسمها dry powder inhaler هو DPI، وده ليه كذا نوع: single dose devices, multiple dose devices، و تمام. طيب single dose device ما بنعملش شيك. البنفيتس بتاعتي inhalation is easier than is easier because it doesn't have to be forceful. تمام. limitation need to load and pierce each capsule before use.
يعني لازم اظبط الكبسولة في المكان بتاعها الصحيح، عشان نهار ما اضغط على الازرار اللي هي المخصوصة لفتح الكبسولة تفتحها لي صح، واعرف اعمل انهيليشن للكبسولة. المالتي مالتيبل دوز ديفايس برضو نو شيك. البنفيتس بتاعتي نو نيد تو لود كبسول بيفور ايتش انهيليشن، دي بتبقى جاهزة، جرعات جاهزة. والليميتيشن انهيليشن is more difficult to do correctly because it must be quick and forceful. هنا بقى ده quick and forceful. طيب في حاجة اسمها peace activated inhaler no shake برضو، ادي الشكل بتاع peace activated inhaler. ال benefit بتاع no need to coordinate breathe with actuation as with all other albuterol devices. Can't be used with a spacer or Holden chamber. Contraindicated in severe hypersensitivity to milk protein. الناس اللي عندها حساسية من milk protein. طيب حاجة اسمها soft mist inhaler no shake برضو. benefits بتاعتي easy to inhalation of inhalation, consistent drug delivery. limitation بتاعتي complicated steps to ready and prime inhaler each month and after not using for ما تقدرش تستخدمها بعد 21 يوم. طيب ندخل على adjusting asthma treatment. اعمل ايه؟ اول حاجة اعمل control based asthma management. ازاي؟ continuous cycle of treatment adjustment that involves assessment. كان ده احنا قلناه مفهوش جديد. نشوف ال assessment و treatment و review. assess يعني اشوف ال diagnosis بتاعتي with symptoms control، هل هو well controlled او not well controlled او very poorly controlled. اشوف ال risk factors من ناحية ال medications، من ناحية ال allergens، من ناحية ال comorbidity diseases. Inhaler techniques، هل بيستخدم التكنيك كويس صح مظبوط او مش قادر يستخدم التكنيك بطريقه مظبوطه. Will patient adjust treatment of modifiable risk factor and comorbidities non pharmacologic strategies، دول هنحكي عنهم بعدين. Education and skills training asthma medication، اعلم المريض ازاي يستخدم الدواء بالطريقة المظبوطة. Review response للsymptoms والreservation والadverse effects واللung function والpatient satisfaction. تمام؟ change in treatment on the basis of features of poor symptoms control with or without other risk factors. طبعا لو كان في not well controlled أو very poorly controlled، إحنا عارفين إحنا هنعمل إيه. هل هنعمل step up بخطوة ولا هنعمل step up بخطوتين. accounts for both symptom control and future risk when choosing an asthma treatment. recommended approach to monitoring and adjusting treatment. طيب برضو هنشوف sputum eosinophil count في الأدلت leads to reduced exacerbation and similar levels of symptom control. limited availability of routine sputum analysis recommended for adults with moderate or severe asthma who are in treatment centers that have experience with this technique. ونشوف الفينو في children and young، بيبقى أكتر من young، بيبقى أكتر استخدامه في children and young adults. has been associated with reduced exacerbations for non-smoking adults. no significant reduction in exacerbation، ملهوش أي أهمية. further study needed to identify population most likely to benefit from phenobarbital treatment.
ندخل على اللابا، سوري اللاما، اللي هو Long Acting Anti-Muscarinic Antagonist. ايه اللاما؟ اشهر واحد فيهم التايتروبيوم. التايتروبيوم لاما indicated for long term treatment for asthma. التايتروبيوم ما بيستخدمش لوحده، ده add-on therapy في الستيبس 4 وال 5 للشيلدرن اللي هي عندهم 12 سنة، ايه الادلتس with severe asthma and history of exacerbation. ده الكلام ده كله احنا شرحناه قبل كده، مفيش حاجه جديده. evidence show improved lung function and increased time to severe exacerbation. بيعمل لي تحسين في lung function وبيعمل لي increased time ما بين الاكزربيشن واللي بعده، تمام؟ ما يبقاش مثلا كل شهر، لا يبقى كل شهرين او كل 3 شهور او كل سنه. الفارماكولوجيك تريتمنت اوف ازما سي او بي تي اوفرلاب، هنا مفيش جديد. زي ما قلنا لو كان 3 فيشرز اور مور للازما هستخدم استراتيجيه الازما، 3 فيشرز اور مور للسي او بي تي هستخدم استراتيجيه السي او بي تي. التريتمنت بتاعي ستارت ويز لو اور مودريت دوز انهيلد كورتيكوسترويدز وادي لابا اور لاما. اللونج اكتد بيتا 2 اجونست وهو اللابا، هنا هنحكي في نقط مهمة جدا. اللابا مينفعش استخدمه الون من غير الهيلد كورتيكوسترويد. ليه؟ لانه بيزود لي الريسك اوف سيفير وورسنينج اوف ازما سيمبتومز، ويزود لي الهوسبيتاليزيشن، وممكن يعمل لي زياده في نسبه الدس للشيلدرن اند ادلت. ودي مفتاح كيس ممكن يسالك ليه انا مش هستخدم اللابا بس، ويديك الاختيارات. طبعا احنا بيزود الريسك للدس وبيزود الهوسبيتاليزيشن وبيزود لي الاعراض بتاعه الازمه السيمبتومز. Lava shouldn't be used in patients whose asthma is adequately controlled by low or medium dose inhaled corticosteroids. يعني البيشنت كويس well controlled مع low or medium dose inhaled corticosteroids، ممكن اروح اعمل له step down. معنى الكلام ده يعني مثلا هو بياخد low و medium dose inhaled corticosteroid مع اللاب، والله انا شفت ان هو well controlled مش محتاج، فاروح اعمل step down، اروح ايه شايل اللابا مش هشيل inhaled corticosteroid. Lava should be used only as additional therapy. هو قال لك هو additional therapy for patients who are currently taking but whose asthma is not adequately controlled by long-term asthma control agents. Once asthma control is achieved and maintained, patients should be assessed at regular interval and step down. كلام اللي احنا قلنا فوق. هنعمل step down يبقى لابا discontinued if possible. And patients should continue to be treated with long-term asthma control اللي هو inhaled corticosteroid. Pediatric and adolescent patients who need a lava and inhaled corticosteroid تستخدم combination product عشان ensure adherence to both medications. طيب بالنسبة treatment بتاعت exercise induced bronchospasm، كلام مش جديد. بين دي symptoms اللي احنا شرحناها، ودي exercise challenge ازاي اعمل diagnosis واعمل ازاي control. يقول لك long term control therapy if otherwise appropriate initiate or step up should be used particularly if exercise induced bronchospasm is frequent or severe. Pre-treatment with SABA مهمة before exercise. Leukotriene modifiers can attenuate symptoms in 50% of patient but onset is hours after administration. Monitoring
اعمل مونيتورنج ازاي؟ بعمل مونيتورنج بكذا حاجه. اول حاجه سبايرومتري، نعمل انيشال اسسمنت، وافتر تريتمنت من 3 ل 6 شهور بعمل مونيتورنج تاني بالسبايرومتري. تمام. if prolonged or progressive loss of asthma control at least every 2 years or more often depending on response to therapy. يعني لو كان هو اساسا الاسبا بتاعته progressive يبقى انا لازم اعمل monitoring every 2 years وده depending on response to therapy. monitoring the peak flow. Peak flow symptom based and peak flow based monitoring have similar benefits. Either is appropriate for most patients. Symptom based monitoring is more convenient. في نوعين للpeak flow. في حاجة اسمها daily home peak flow with personal based peak expiratory flow rate (BEFR). Daily home peak flow يقول لك monitoring may be considered for moderate to severe persistent asthma if the patient has a history of severe exacerbation or poor perception of worsening of asthma symptoms. Daily وهو في البيت يعمل لي peak flow للcases اللي هي moderate to severe. ويعني دايما بتجيلها exacerbations كتير. تمام. اما personal best peak expiratory flow rate should be determined if a peak flow based asthma action plan is being used. وده غالبا في المستشفى. تمام. personal في نوعين personal best BEFR وفي protected BEFR. personal best BEFR هو is the highest number attained after daily monitoring for 2 weeks twice daily when asthma is under good control. أما predicted هو based on population norm or sex for sex height and age. predicted based on a population against sex height and age. طيب ندخل على الاكشن الازمه اكشن بلان. ايه يا جماعه الازمه اكشن بلان؟ طبعا هو الازمه اكشن بلان هيدخل لك المريض هتصنفه هو في الجرين زون ولا يلو زون ولا الريد زون وده هنعرفه بعدين في الشرح. طيب بيقول لك usual symptom based يعني هصنفه على حسب السيمبتومز بتاعته. equal benefits of symptom based and peak flow based monitoring. تمام. permits home treatment of an asthma exacerbation. ده asthma action plan للpatients اللي هي هتاخد التريتمنت بتاعتها في الهوم مش في الemergency department او في الICU. تمام. في intensive care units. حلو. يبقى الأزمة action plan للpatients اللي هتاخد التريتمنت بتاعتها في الهوم مهمة الحتة دي. after initial treatment immediate medical attention is needed if patient is at high risk of a fatal attack. حلو. risk factors asthma related history of severe attacks أكتر من مرتين hospitalization of asthma in the past year أكتر من 3 مرات emergency department visits for asthma in the past year hospitalization or emergency department visit for asthma in the past months using أكتر من مرتين أفصابة كونستر أفصابة في months difficulty perceiving of asthma symptoms social low socioeconomic status or inner city residence الأدوية المغشوشة drug use
major psychosocial problems, comorbidities, cardiovascular disease, other chronic lung disease, chronic psychiatric disease. تمام. نيجي الحته المهمه بقى بتاعتنا الجرين زي ما قلنا الزونز بتاعتي في الازمه اكشن بلان جرين ويلو وريد. الجرين ايه؟ doing well, هو كويس, no or minimal symptoms of coughing, wheezing or dyspnea. والPEFR بتاعتي هو personal best من 80 لـ100. حلو. بستخدم PEFR كمونيتورينج في المينتيننس, فيز المينتيننس مش فيز الاسيسنج بتاع الازمه. تمام. التريتمنت بتاعي تيك لونج تيرم ازما كنترول ايجنت اونلي, اللي هو مثلا الهيلث كورتيكوسترويدز, او كان بياخد الهيلث كورتيكوسترويدز او معاهم اللابا او كذا. Use 2 buff of Saba من 5 minutes to 15 minutes before exercise if exercise induces asthma and before known triggers. Avoid things that make asthma worse. تمام. يلو getting worse, بدأت تزيد الأعراض بس حبة صغيرة. Increase frequency of symptoms, coughing, wheezing, chest tightness, dyspnea, night awakening, decrease the ability to engage in normal activities. ال PEFR دي مفاتيح كيس يا جماعة. ال PEFR دي مهمة, من 50 to 79 personal best. treatment بتاعتي أول حاجة use the sub من 2 to 4 buff by ال MDR, ممكن بس ما تزيدش عن 6 buff. تمام. or 1 nebulizer treatment may be repeated in 20 minutes if needed. يعني لو حصل uncontrolled symptoms ازود بعد ادي جرعة تانية بعد 20 minutes. تمام. reassess, ارجع تاني reassess 1 hour after initial treatment. بعد يعني معنى ايه؟ هدخل بالصابر ما زودش عن 6 buffs if needed. تمام. بعدها ب 20 minutes محتاج تاني اديله, بعد كده اعمل reassess في خلال ساعة من بداية الصابة. if complete response في خلال ساعة contact clinician for follow up instruction and consider oral corticosteroid burst. ده مهم, ال oral corticosteroid في المرحلة دي بتبقى مهم. طيب ده في حالة ال complete response. if incomplete response اعمل ايه في خلال ساعة؟ في لسه شوية كافينج وويزنج وديزنيا, نعمل تاني نعمل ريبيت للصابة, ودي اورال كنترول اورال كورتيكوسترويد بيرست, ونعمل ونكونتاكت الكلينيشن فور فيرزر انستراكشن. اف بور ريسبونس, ما فيش بقى اي ريسبونس في خلال الساعة دي, ماركت كافينج وويزنج وديزنيا, ريبيت صابة تاني immediately وحط الاورال كورتيكوسترويد وكونتاكت كلينيشن, وكمان اتصل بالامرجنت ديبارتمنت اف ذا ديستريس از سيفير اند ان ان ريسبونسيف تو تريتمنت, وكمان اعمل كولينج ل 911. تمام. ده في بول ريسبونس. خلاص ندخل على الامرجنت, اديله الحاجات دي كلها واديله وندخل على طول على الامرجنسي ديبارتمنت او كول 911. تمام. الريد زون ميديكال الارت يعني ايه؟ ماركت كافينج ويزن اور ديزني انابيليتي تو اسبيك تو سبيك, ودي دي بقى الساين اللي هي المهمه اللي بتفرقني ما بين اليلو والريد. هو مش قادر يتنفس من كتر الديزني اللي هو فيها. مور ذان اهو شورت فريزز. يوز اوف اكسسوري ريسبيراتوري ماسلز, يعني ايه اكسسوري respiratory muscles؟ هي العضلات بتاعت القفص الصدري, بيستخدمها بصعوبة وكل قوة عشان ياخد نفسه. drowsiness والبيك بتاعي sorry PEFR أقل من 50% of personal best. التريتمنت بتاعتي مهمة جدا, begin treatment and consult clinician immediately. use الصابة من 2 to 6 buff. تمام.
repeat every 6 minutes up to 3 times وأد الأورا كورتيكوستويد برست. If incomplete or poor response هادي برضو بعد ساعة ما تعدي هادي صبا تاني وهكلم الامرجنسي ديبارتمنت او ال 911 if the stress is severe and unresponsive to treatment. طيب في حالة بقى لو المريض جالك اللبس بتاعته والفينجر نيلز بلو او جراي على طول ال 911 والامرجنسي ديبارتمنت ده خلاص ما عندوش اكسجين وده خلاص ده لايف سيفنج. Or if there is trouble walking or talking because of shortness of breath. طيب في حاجة تاني continue using SAPA every 3-4 hours regularly for أول يوم أو يومين. إيه هو الأورال كورتيكوستيرويد بيرست؟ بريدنيزون أو إيكويفلنت 40-60 ميلي جرام بير داي فور 5-10 أيام في الأدلت أو 1-2 ميلي جرام بير كيلو بير داي ماكسيموم 60 ميلي جرام بير داي لفور 3-10 أيام للشلدرن. والجرعة بتاعت الأورال كورتيكوستيرويد دي مهمة يا جماعة. الأكشن بلان برضو ده كله مهم ممكن يجيلك في سؤال في مفاتيح كيسة. هو أكتر مفتاح في الكيسة في الريد الـ using الـ accessory respiratory muscle with short phrases will be FR. يجي بقى عن managing exacerbation في emergency department or hospital. هتكلمنا عن الأزمة أكشن بلان في الـ home treatment. أما في الـ emergency department بالسيفيرتي بتاعته 4 severity mild moderate و severe و life threatening. طيب المايلد symptoms بتاعتي dizzy only with activity يعني هو قاعد ما عندوش اي مشاكل بالاختناق. كان lie down هو قال لك كان lie down ما عندوش اي مشاكل ده المايلد. heart rate أقل من 100 بيت بير مينت. طبعا الديزنيا بتتأثر مع كمية ضخ الدم والأكسجين للقلب فالهارت ريت طبعا بيتأثر. بالنسبة للإنيشال بي إي إف آر أو الـ إف إي في 1 في المايل بتبقى أعلى من 70% of productive or personal best. الكلينيكال كورس ده ما بي يعني هو خلاص دخل الامرجنسي ديبارتمنت وبعد كده اديله الادويه بتاعته واوديه خرجه للهوم على طول يجوال كيرد فور ات هوم برومبت ليف ويز ان انهيلد صابة وطبعا اديله شورت كورس اوف اورال كورتيكوستيرويدز. المدرات بتبقى اعلى شويه ديزني انترفيرنس ويز اور ليميت يوجوال اكتيفيتي حتى وهو قاعد بيبقى فيه شوية ديزني. patient prefer sitting to lying. الهارت ريت بتاعتي بتزيد بين 100 و 120 دي برضو مفتاح كيسة. والانيشال بي اف والاف اف 1 ما بين 40-69 of productive or personal best. course بتاع clinical course بتاعتي او treatment usually require office or emergency department visit. relief from frequently inhaled سابا and oral corticosteroids some symptoms last من يوم ليومين after treatment is begun يعني symptoms برضو تستمر شوية مدة يوم أو يومين لغاية ما الأدوية تعمل controlling. حلو severe dizzy at rest حتى هو مرتاح interferes with conversations sits hunched forward agitated heart rate بتاعتي اكتر من 120 والبي اف ار بيبقى اقل من 40% وده على طول اروح ادخله على الامرجنسي ديبارتمنت وبيحصل بارشل ليف بالانهيلد صابة واديله اورالز او سيستميك كورتيكوستيرويدز
والسيمبتومز بتزيد بتقعد مدة أكتر من 3 أيام بعد التريتمنت. واديله كمان adjunctive therapies، وهنعرف بعد كده ايه adjunctive therapies في وقتها. يبقى هنا المايلد قالك لما بدي الصابة prompted relief، يعني في لحظتها، يعني مش في لحظتها قوي، يعني في خلال دقايق بيحصل relief للسيمبتومز. اما في المودريت ريليف بس، بتطول شوي. في السيفير بارشال ريليف، الحته دي برضو مهمه. لايف ثريدين تو ديزني تو سبيك، تمام، دراوزي اند كونفيوزد. البي الانيشال بي اف ار بيبقى اقل من 25% اوف برودكت اوف بيرسونال بيست. كلينيكال كورس ريكوايرد ايمرجنسي باتنت فور هوسبيتاليزيشن، واحتمال ادخله الاي سي يو، ممكن يحتاج الميكانيكال فنتيليشن. يعني ده لايف ثريتنينج. ليتل اور نو ريليف فروم فريكوينت اند هيد صابة، وطالما حاجه تهدد الحياه ادخل على طول بالانترفينوس كورتيكوسترويد. و ادجنكتيف سيرفيس ار يوز، يبقى هنا في السيفير اورال، وفي المايلد والمودريت اورال. نيجي عند اللايف ثريتنينج ندي انترفينوس كورتيكوسترويد، ودي مهمه. مفاتيح كيسه يا جماعه، الحاجات اللي اقول لك عليها مفاتيح كيسه انتبهوا ليها. طيب مايلد تو مودريت اكزيرفيشن، هو هيشرح شويه كده زياده هنعمل ايه في المايلد تو مودريت اكزيرفيشن في حاله ان الاف اي في 1 اقل من 40 او سوري من 40 لفوق. هدي له اكسجين، اكسجين تو اتشيف اكسجين ساتوريشن. في حاله لو كان الاكسجين ساتوريشن بتاعي اقل من 90، حلو، ادي اكسجين عشان اعلي يبقى من 90 لفوق. ولو كانت الست دي بريجننت او كونكوميتنت معاها هارد ديزيز، يبقى ادي اكسجين عشان اعلي لفوق ال 95 الايه الاكسجين ساتوريشن. مهم الحته دي. انهيلد صابة طبعا كلام بتاع الدوز، الدوز وبيدياتريك دوز هم اللي احنا حكينا فيهم، مش هنكررهم تاني عشان ننجز. الاورا كورتيكوسترويدز اف نو ريسبونس immediately اور اف بيشنت recently توك ان اورا كورتيكوسترويدز، كده ولا كده احنا هندي الاورا كورتيكوسترويدز على طول. تمام. نيجي بقى عند السيفير اكسربيشن اللي هو اف اف 1 اقل من 40%، على طول هدي اكسجين عشان ارفع الساتوريشن. الاكسجين ساتوريشن بيبقى 90%، وطبعا في بريجننت والناس اللي عندها هارت ديزيز بيبقى الافضل ان انا ارفع ل 95. سيفير هدي هاي دوز صابة، هاي دوز صابة وابراتروبيا. الحتة دي مهمة في السبير، هروح أدخل بالإبراتروبيا، تمام؟ every 20 minutes or continuously for 1 hour. بعد كده أدي oral corticosteroids والجرعات إحنا ذكرناها عشان ننجز في الوقت. وبعد كده أدي adjunctive therapies اللي هو زي intravenous magnesium في حالة الهايبومغنيزيميا. أدي intravenous magnesium، يعني هو ممكن يروح يسألك في الكيسة كذا 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 كذا، هو في الاخر تعرف ان هو severe exacerbation والاف اي 1 بتاعته مثلا 35%، تمام، وعنده وبياخد العلاجات الفلانية وعنده المغنيسيوم بتاعه وطي، عنده هايبرمغنيسيميا، اعمل ايه؟ على طول ادي انترفينس مغنيسيوم، تمام. وبرده نتبع الجنكتيف سيرفيس انترفينس كيتامين اور هيليوكس. Observation is still unresponsive. Impending or actual respiratory arrest. لو وصلنا لدرجة ال respiratory arrest بعدها على طول هيحتاج mechanical ventilation. أو بيقول intubation and mechanical ventilation with oxygen 100%. Nebulize the صابة with ipratropium. Add the intravenous. ده حالة life threatening.
intravenous corticosteroids, ندي ال adjunctive therapies اللي احنا قلناها وال admission to the ICU طبعا. ده شيء طبيعي يعني, هو mechanical ventilation يبقى على طول بعد كده هنشوف ال ICU. ال adult with asthma من 19 ل 64 سنة, جزء من ال immunization مهمة جدا, عليها سؤال أساسي في الامتحان, should receive, should receive ايه؟ the 23 valent pneumococcal polysaccharide vaccine PPSV 23 once, يعني في العمر بين 19 64 ناخده مرة, وفي سن ال 65 ناخد المرة الثانية. تمام, طبعا دي recommendation على حسب Center for Disease Control and Prevention. وطبعا لازم الناس الازماتك دي تاخد كل سنة الانفلونزا فاكسين every fall or winter. طيب دي سلايد ملخصة شوية, manage exacerbations emergency department or hospital after repeat assessment, برضو مش هنحكي فيها كتير يا جماعة, دي اقروها, هو بس ملخص لكم الدنيا, فاحنا عشان ننجز هنعديها, مفيش حاجة فيها جديدة, ده كله كلام متكرر ومتلخص في جدول عشان تعرفوا الزكوة. طيب أزمة in pregnancy, أزمة in pregnancy, قالك في pregnancy الأزمة ممكن يا إما تقل تتحسن worsen أو تبقى زي ما هي. الأزمة لها risk, بتزود الريسك prenatal mortality, الريسك موت الجنين, hyperemesis, vaginal hemorrhage, preeclampsia, complicated labor, neonatal mortality, prematurity, low birth weight infants, especially if it's uncontrolled. Risks are small and are not shown in all studies. أي حاجة تخص الجنين هو الأزمة بتزود الريسك. تمام؟ medications مهمة نركزوا فيها, preferred controller من inhaled corticosteroid budesonide, لكن لو كان هو كانت المريضة ماشي على دواء معين من inhaled corticosteroid وما عندهاش أي مشاكل تقدر تستمر بيه. تمام, لكن لو تشخصت في وقت الحمل يبقى الأفضل البوديسونايد. preferred rescue inhaler طبعا الأربيتير. اللابا category C. تمام, وأفضلهم السلميترول, أفضلهم أفضل الوحشين يعني. الليكوترين موديفايرز هاف ليميتد داتا, والأفضلهم المونتي لوكاست. تمام, ده أفضل الوحشين. بريدنيزون كاتيجوري سي طبعا, والحتة دي برضو هيروح ايه ممكن يحط فيها سؤال, يقول لك مثلا ادفرس افكت بتاعت البريدنيزون في بريجننسي, اكتر ادفرس افكت البريدنيزون الكليفت بليت اللي هي الشف الأنابي, وبري اكلامبسيا, وجستيشنال دايابيتس, لو بيرث ويت, اكتر ثلاثة دول اللي لازم تهتموا بهم كليفت بليت, preeclampsia, gestational diabetes, low birth weight and prematurity. تمام, دي التلخيصات بتاعه الازمه in pregnancy. ندخل يا جماعه على chronic obstructive disease. COPD باختصار, سيبكم من التعريف ده كله, باختصار هو سندروم مش ديزيز, هو سندروم بيجمع من حاجتين, obstructive bronchiolitis, دي في البرونكيولايتس اللي هي ال برونكيول اللي هو حويصلات, فوقيها الانفيزيما. تمام, مش هنحكي كتير في التعريف بس ابو اقروه,
لكن هو دي الخلاصة بتاعت ال definition بتاعت ال chronic obstructive pulmonary disease. بالنسبة ل diagnosis and assessment, ال clinical diagnosis of COPD is based on a history of exposure, نفس الكلام اللي قلناه يا جماعة, to risk factors and the presence of airflow limitation that is not fully reversible with the presence of symptoms. ال symptoms بتاعت dyspnea, تمام, poor exercise tolerance, chronic cough, sputum production, wheezing, الكلام ده شرحناه في الأول خالص مع الأزمة. نيجي بقى حتة مهمة, حاجة اسمها gold guidelines. يعني ايه gold guidelines؟ يعني ال guidelines المسؤولة عن chronic obstructive disease, اللي هي مسؤولة عن diagnosis والassessment والtreatment والmanagement, كل ما يخص عن chronic obstructive pulmonary disease. يقول لك ايه؟ قال لك perform spirometry and consider chronic obstructive pulmonary disease if a patient is older than 40 years and has any of the following. ايه هما الاعراض؟ dyspnea that is progressive, worsen over the year, persistent, present every day, and worsen with exercise or an exertion. Chronic cough that is present intermittently or every day, often present throughout the day, seldom only nocturnal, maybe non-productive. Chronic sputum production in any pattern, history of exposure to risk factors, especially tobacco, smoke, most common risk factors, professional adults and chemicals and smoke from home, cooking and heating fuels. كل الكلام ده يا جماعة شرحناه قبل كده, نعديه. طيب بيقول لك انا عشان اشخص حالة chronic obstructive disease لازم يبقى في الثلاث عناصر دول, يبقى عنده smoking history of more than 55 back years, wheezing on auscultation, patient self report of wheezing. يعني حتى البيشنت نفسه حاسس بالتدفئة بتاعة نفسه, يبقى wheezing في سماعة المريض والبيشنت نفسه report wheezing دي. طيب for the diagnosis and assessment of COVID, spirometry is the gold standard, spirometry reading and FEV1 FVC ratio less than, زي ما احنا قلنا في الأزمة وفي COPD الريشيو بيبقى أقل من 70% of productive, is the hallmark of chronic obstructive disease. Bronchodilator reversibility test is no longer recommended. Measurement of arterial blood gas tension should be considered for all patients with FEV1 less than 50% of productive or clinical signs suggestive of respiratory failure or right heart failure. حاجة اسمها arterial blood gas tension بستخدمها بس لل FEV1 لو كانت أقل من 50% وعندي respiratory failure أو مشاكل في الهارت failure. نيجي الحتة مهمة جدا اللي هي برضو مفاتيح كيس يا جماعة. On the basis of spirometry, the gold grade قالت ايه؟ صنفتني ازاي؟ صنفت gold 1, gold 2, gold 3, gold 4. gold 1 mild, ال FEV1 80 لفوق. gold 2 moderate, ال FEV1 ما بين 50-79 overproducted. gold 3 ما بين ال FEV1 بين 30-49, أما goal 4 very severe اللي هي if you want أقل من 30 of productive. نذاكر الحتة دي لأنها مهمة. نيجي عند assess the frequency of exacerbation in the past 12 months, يعني في خلال السنة, less severe من 0 لواحد exacerbation في السنة, أما more severe من 2 لأكتر, تمام. وطبعا exacerbation دي عملت hospital admission.
في حاجة اسمها use validate symptoms skills or questionnaire. دي حاجات مهمة. عندي نوعين مهمين جدا skills, الكات والMMRC. الكات بيقول لك measure the health status impairment and COPD, وهو مش بس بيميجر البريسلسنس, لا ده بيميجر برضو الاذر سيمبتومز اللي سي او بي دي زي الكف, سبيوت برودكشن, تشيست تايتنس, ليميتيشن اوف اكتيفيتيز, سليب, انرجي ليفل, كونفيدنس تو ليف هاوس. السكيل بتاعته من خمسة لتلاتين. والله لو كان الخمسة يقول لك خمسة is upper limit of normal, يعني اخر النورمال بتاعي خمسة. less than 10 is low impact of life, اقل من 10 يعني قليل, low impact of life يعني on life يعني تأثير قليل, تأثير الديزيز قليل على حياة المريض. فوق ال 30 ده high impact on life and can barely leave the house, ده على طول في المستشفى. الميجر الثاني السكيل الثانيه هي MMRC, ودي مهمه جدا اللي هو breathlessness scale for assessing severity of breathlessness, measure severity of shortness of breath or بس هو ميجر للshortness of breath. اما الكات بتبقى اشمل. السكيل بتاعتي من 0-4 is 0 least symptoms breathless only with strenuous exercise. الفور معناها too breathless to leave house, breathless even when dressing. طيب نيجي عند الأدوية, بعض الأدوية اللي احنا بنستخدمها في السي او بي دي. اللاما اللي هو long acting anti muscarinic agent, acetidinium وتيتروبيوم ويومي سليدينيوم وحاجة اسمها غلايكوبيرولات. الادفيرس افكت بتاعتي هيديك, فلاشت سكين, لارج فيجن, تاكيكارديا بالبيتيشن. الكومنتس المهمة indicated for long term maintenance treatment of asthma البيشنس الاكتر من 12 سنة. All other LAMA are indicated only for COPD. الأسليدينيوم ممكن تنفع لل long term maintenance treatment for asthma the patient for أعلى من 12, أما الباقي مخصوص بس للCOPD. ده مش رابيد ليف, طالما لونج تيرم يبقى مش رابيد ليف. الديوريشن بتاعتي بتزيد عن 24 ساعة, اونلي ديلي, وانس ديلي لاما فور سي او بي دي, بستخدم مرة في اليوم عشان هو لونج اكتف. تاني نوع من الدراج اللي احنا بنستخدمها في السي او بي دي لابا زي السالميترول, السالميترول والانداسيترول والاولوداترول. سالميترول ده اهمهم واشهرهم not for acute symptoms, ده الطبيعي العادي. المينتيننس shouldn't be used as immunotherapy for asthma, ما نستخدمش الازمة بس as immunotherapy. احنا قلنا اللابا لازم نبدأ بالانهيلد كورتيكوسترويدز, بعد كده الاد اون باللابا. اما الباقي الدرابس بتبقى للسي او بي دي وما ينفعش استخدمها في الازمة. management of stable سي او بي دي, stable من غير exacerbation. طبعا عندك stable هي حالة ما فيش فيها exacerbation. بيقول لك ايه existing medication for سي او بي دي haven't been shown to modify the long-term decline in lung function. حتى دي مهمة جدا, هو ممكن يروح يسألك فيها. شيء طبيعي, احنا قلنا ان COPD هو مرض بيحصل فيه progression, تدهور على مدار السنوات. فسواء تعالجت او ما تعالجتش هو مش هيمنع التدهور
في اللنج فانكشن، هو ممكن العلاج يقلل من نسبة التدهور في اللنج فانكشن. Therefore, pharmacological pharmacotherapy for COPD is used to decrease symptoms of complications or both. Smoking cessation ده أهم حاجة، يقول لك smoking cessation أهم حاجة في COPD. يعني هو لما يجي لك سؤال كيسة فيها COPD يقول لك إيه الفيرست ثينج للمانجمنت، روح يقول لك مثلا هديله لاب، هديله صابة، هديله لاما، ولا smoking cessation first management smoking cessation يا جماعة. طيب is a critical component of COPD management for patients who are actively using tobacco. Need the bronchodilators medication of are central to the symptomatic management of SABA of COPD. Primary mechanism for COPD is through changes to muscle smooth muscle tone that result in airway widening can be given as needed or as scheduled. هنا يختلف عن الميديكيشن للأزمة. الأزمة احنا الأدوية تتاخد as scheduled مش as needed، لكن هنا عندي عشان الأعراض بتبقى throughout the day يبقى منين ما حس احتاج ان هو ياخد أدوية ياخدها على طول as needed أو as scheduled basis to prevent and reduce symptoms. Principal treatment beta 2 agonist اللي هي اللابا ومسكرينينج antagonist اللي هي اللاما أو combination بينهم. Inhaled therapy is preferred طبعا عن oral therapy because it's less systemic exposure، ده معروف جدا. Combining agent from different classes may improve efficacy compared with increasing the dose of a single bronchodilator. Triple therapy improves lung function and health related quality of life while reducing the number of exacerbation. Triple therapy اللي هو لابا ولاما وinhaled corticosteroids يقول لك ان هو improve lung function with health related quality of life while reducing وكمان بتقلل number of exacerbations. Short or long acting bronchodilators is recommended as initial treatment for all COPD. اللابا أول treatment للCOPD على عكس الأزمة. الأزمة أول treatment initial treatment inhaled corticosteroid و اللابا بتبقى add-on. أما COPD ال first أو initial treatment باللابا. أهو قال لك الجروب A أدي يا صابة يا لابا والأفضل بيبقى لابا. جروب B اللابا long acting bronchodilator. جروب C أدي اللاما initial immunotherapy. جروب D بيقول لك إن هو individualized يعني individualized يعني معناها على حسب كل مريض. أغلب المرضى ياخدوا اللاما. أما في حالة لو كانت في severe symptoms والكات بتاعتي أعلى من 20 أدي لاما ولابا. في حالة إن هو زينو فيبس عندي عالية فوق 300 سيل بير MCL أدي لابا والإنهيلد كورتيكوسترويدز. Adding tiotropium to LABA and inhaled corticosteroids combination of that triple therapy improves lung function and health related quality of life and reduces the number of exacerbation. Treatment with LAMA LAMA if I did have you would like delay first exacerbation, reduce the overall number of COPD exacerbation and related hospitalization, improves symptoms and health and improves the effectiveness of pulmonary rehabilitation. وقال لك ايه؟ قال لك اللام has no effect on the rate of decline of lung function. نفس الكلام اللي احنا قلناه، ما فيش اي drug تديني effect عن انها توقف لي ال worsening اللي بيحصل لي lung function. لابا improve health status, quality of life, and if one
decrease the COPD exacerbation rate. وبرضه نفس النظام لابا has no, have no effect on mortality or rate of decline of lung function. الحتة دي مهمة يا جماعة، دي مفتاح كيسة ممكن يروح يلعب لك فيها. salmeterol reduce hospitalization rate and dacetrol significantly improves the breathlessness with health status and exacerbation rate. And dacetrol is a LABA with a significantly greater bronchodilator effect than salmeterol. يقول لك ان دستروول بتبقى اقوى واعلى من السالميترول، عشان كده بيستخدم الاندستروول في السي او بي دي بس، اما السالميترول بيستخدم في الاكيوت ازمة وبرضه في السي او بي دي. اما and a bronchodilator effect similar to tiotropium. يعني يقول لك الافكت بتاع الاندستروول تكافئ التيوتروبيوم، والاندستروول الإفكت بتاعتها أعلى من السالميترول. ده خلاص الكلام. طيب لاما versus لابا، دي أبحاث وهنلخصها في السريع. قالك الاستادي الفلانية تيوتروبيوم مول إفكتف زان السالميترول، والاستادي الكوشران ريفيو تيوتروبيوم is more effective than لابا، والإفلام ترايل showed greater efficacy with this combination of لاما and لاما اند لاما. يا جماعة صلحوا الحتة دي، سوري لاما اند لاما يعني اتنين لاما مع بعض اندسترول ولايكو بايروليت زان with the combination of لابا and هيكورتيكوستيرويد. اقروها مش هتخسر حاجة، بس هي مش مهمة قوي، بس طبعا ما عندناش حاجة في البورد مش مهم. اقروها. تريبل سيلابي السيرابي، يقول لك تريبل سيرابي have been shown to improve lung function and health related quality of life. الكلام ده اتكرر. while reducing the number of exacerbations and first the first triple single inhaler مش مهمة قوي بس تعرفوها. فلوتيكازون فلوريت والفالانتيرول واليومي سيليدينيوم. والترايل الفلانية بيقال لك ان هو بيعمل improvement لل FE1 and moderate to severe exacerbation with triple therapy compared to inhaled corticosteroid with LAMA.